طيب سيدي، ما هو التصرف الأمثل عندما يجد المسلم قوى غربية دون ذكر أسماء في منطقة الهند والباكستان وفي بلاد الشام وفي بلاد في العالم الإسلامي؟ ما هو التصرف تجاه هذا المسلم، تجاه هذه القوى الغربية التي جاءت إلى أراضينا؟ هذا يطرح إشكالات كبيرة. يطرح إشكالات هو ما هي علاقات الحكومات بهذه القوة؟ هل هي مدعوة من طرف حكومة لدفع خطر معين؟ أو هل أن هذه القوة جاءت من تلقاء نفسها للقتل والتدمير؟ وفي كل هذا له أحكام معينة. فعلى العلماء هناك وفي كل مكان أن يدرسوا كل حالة بشكل منفصل بمفردها، نعم، وأن يصدروا حكما على كل حالة بعد تشخيص الحالة تماما وتقديم الرؤية فيها. حياكم الله. إذا طب عندما يجد المسلم الطبيعي أن رأيه الشخصي أن حكومته لا تطبق التعاليم الشريعة الإسلامية، كيف، ما هو أيضا الموقف الذي يجب أن تتخذه من هذه الحكومة؟ ألا يحرض الإسلام على الهدوء وتقديم ما يريد المسلم بهدوء؟ لماذا هذه الثورات والانقلابات اليومية؟ لا، هو إذا كانت لا تطبق أحكام الشريعة وأحكام الحدود، نعم، لا يجوز له أن يقاتلها، هي ليست كافرة. نعم، وقد حققنا هذه القضية ونشرناها. هذه ليس الكفر، هو عمل صريح ارتداد عن الإسلام. عدم التطبيق إذا لم يصاحبه ارتداد عن الإسلام، بمعنى أن تقول الإسلام ليس جيدا، بل تمنع الصلاة، قد يكون لضعف، قد يكون لجهل، قد يكون لنوع من الخوف أو التقية، كل هذا لا يجعل المسلم في دائرة الكفر. وكل العلماء من عهد ابن عباس إلى يومنا هذا تأولوا قول الله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قالوا كفر دون كفر وفسق دون فسق، ليس مخرجا عن الملة. وهذا التأويل كثير من إخواننا الذين في هذه الحركات جهلوا هذا التأويل، لم يفهموا هذا التأويل، لم يفهموا هذا التأويل، وكفروا الناس بسببه. هناك بلد قد تكون مستعمرة، هذه البلد بعد الاستعمار حاولت لملمت قوانينها، فأحيانا لم تصل إلى حد معين، فيقول هيا نقاتل. القتال لا يحل المشكلة، بالعكس، هيا نحيا، ابذلوا جهدا حتى نصل إلى مرحلة من الشورى نطبق فيها أحكام شرعنا. أنا لا أهون من عدم تطبيق الشريعة، لكن أقول كل العلماء من عهد ابن عباس إلى يومنا تأووا الآية وقالوا إنه ليس كفرا يؤدي إلى قتال الناس. فهذا خطأ في التأويل، وهو شائع بين الناس، ويستشهدون ابن تيمية، وابن تيمية له كلام يقول إن هؤلاء ليسوا كفارا، وقال كفر دون كفر، وهذا الكلام موجود، صحيح، يستشهدون بكلام آخر في التتار أو في المغول، وهذا الكلام في سياق آخر وليس في هذا السياق. فعلى إخواننا وأبنائنا جميعا أن يفهموا هذا، وأن يفهموا أن جريمة القتل أكبر من عدم تطبيق الحدود. أحسنت، قتل النفس التي حرم الله، أن تستبيح قتال إقليمي بسبب أنه لم يصل إلى درجة معينة في تطبيق الشرع الكريم، هذا مخالف للشريعة وليس مرضيا. صحيح، بل إن الحدود لا يطبقها إلا سلطة شرعية. طيب، ما دام لا يعترف بسلطة شرعية، من يطبق الحدود؟ مشكلة. من يلزمه تطبيق الحدود؟ لا توجد سلطة إذن، كما إخواننا في الصومال يقولون تطبق، من يطبق؟ البلاد ما زالت دماء، لماذا نهي عن تطبيق الحدود في بلاد الغزو؟ لماذا؟ لأن الناس غير مستقرة. صحيح، وجاء بالحديث يعني قتل في السفر، وقالوا هي إذا كان الناس غزوين وفي حروب لا يطبقونها. وعمر وقف تطبيق حد السرقة عام الرمادة، وأمير المؤمنين علي قال لا قصاص حتى يتفق الناس على ولي، موضوع قتلة عثمان على أمير. نعم، صحيح. فهذه أصول قد لا يفهمها الناس، علينا أن نحاول ببث الفكر
والحجة والبرهان أن نصل إلى حل مشكلاتنا وأن لا نحل مشكلاتنا دائما بالسيف وبالسلاح، لأن السلاح في هذا العصر أصبح مدمرا، أصبح يقتل العشرات بل المئات من الأطفال والنساء، وبالتالي علينا أن نفهم أن الوضع اليوم تغير وأن الحروب لم تعد كالحروب الماضية. صحيح. كانت حروب قد يقتل شخص، قد يقتل 20 في حرب طويلة، لكن الآن يقتل الآلاف والملايين. هذا فساد في الأرض كبير جدا. صحيح. على الناس أن يتأملوه وأن يعيدوا النظر فيه، والله ولي التوفيق. أسأل الله أن يتطور السلم أكثر مما تطور الحرب. الآن في الموضوع الذي يقوم بهذه العمليات التفجيرية، هل نكفره أم أنه في رتبة العاصي؟ طالما كفروا الخوارج في التاريخ الإسلامي القديم الذين خرجوا، هناك من كفرهم. لا، الخوارج أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لم يكفرهم. نعم. قال إخواننا بغوا علينا. بغوا علينا. أهل باغي. أهل باغي. والباغي أنا أعرف حكمهم. تجاوز الحد يعني. أنا أعرف حكمهم أن يقاتلوا. نعم. وأن لكن قبل يعني كل شيء أرسل إليهم ابن عباس ليجادله، ليحاول حوار نقاش، فالحوار يبدأ وعليهم أن يضعوا السلاح حتى يتحاور الناس. ها. حتى يتفق الناس على شيء. نعم. بدون وضع للسلاح تحاكم على السلاح لا يحل أي مشكلة. صحيح. بل يزيد مشكلات العالم الإسلامي مشكلات على مشكلات، فعلينا دائما أن لا نتحاكم على السلاح. سيدي الكريم، بفضلكم بصفتكم أحد المراجع في هذا العالم الإسلامي العظيم، ما هي كلمة الدعاة والمرشدون والمصلحون في هذا المجال؟ ما هو دورهم الأساسي والجوهري والمقدس في الترويج للسلام؟ والله يعني ربما لم يصلوا إلى الحد المطلوب. هناك تقصير. هناك تقصير، هناك ظروف غير مواتية، لكن مع ذلك بدأت الأصوات في جهات متعددة من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. صحيح. وكثير من الجهات بدأت الأصوات ترتفع لتطلب من الناس أن يتوقفوا، أن يوقفوا هذا النزيف الدموي الذي لا يخدم أحدا، وأن ينظروا إلى المآلات، ما هو مآل هذه البلاد بعد 10 سنوات، بعد 20 سنة في هذه الحروب. نعم. ماذا سيكون مآل باكستان؟ ما هذا بلية كبيرة ومصيبة. صحيح. علينا جميعا أن نفكر فيها، ولا يجوز أن نستمر في هذه الهاوية التي لا قاع لها ولا قعر. كيف نقنع الإنسان الطبيعي بأن صناعة السلام في بيته وعمله ومحيطه ومجتمعه هو أمر سهل ليس صعب؟ أن تكون مسالما في مجتمعك هذا موضوع سهل. هي هذه ثقافة، علينا أن ننشر هذه الثقافة في البيت وفي المدرسة وفي الجامعات وفي كل مكان، ننشر هذه الثقافة وفي المساجد. المساجد بالذات عليها أن تنشر هذه الثقافة. صحيح. وأن تعظم جريمة القتل، تعظم حمل السلاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك. صحيح. من حمل عليه السلاح فليس منا، من رفع السلاح يعني، فهذا تحذير كبير جدا من رفع السلاح على الناس.